رجع لكم تاني لاستكمال الفقرة التانية، نتكلم عن ملف مهم جدا وخطير جدا. وهذا الملفات انا اجلتها عن ان احنا كنا فاتحين ملفات اخرى، وهي ملفات تتعلق بمؤسسة وزارة الزراعة اللي هو الامن الغذائي القومي مصر، فبالتالي احنا كنا مركزين عليه ان احنا نعرض هذه. فلما جالنا اتصالات وقال لك ان احنا بنجهز الردود، فاحنا عاوزين وقت عشان نيجي نعرض الرأي بتاعنا، فطبعا له الحق الرد، طبعا طبعا لازم نحترم الرأي والرأي الآخر، فبالتالي لازم نديله الحقية والمساحة ان هو يرد على ان هذه الملفات اللي موجودة بفساد داخل وزارة الزراعة. فبالتالي اضطرينا النهاردة نفتح الملف اللي هو استغاثاتي برضو بتجيلنا على البرامج، على البرنامج اللي هو خاص بقضايا البلد اللي هو متعلق بوزارة الصحة، هو بيتعلق بمنظومة الصحة في مصر. فبالتالي بنتكلم عن ان القطاع الخاص وعندي قطاع حكومي. طبعا احنا عارفين القطاع الحكومي، مش عشان نجمل الوضع، لا احنا عارفين ان هو متعافي يعني لسه بيقوم ينهض او يقوم، ها بس الله اعلم يقوم امتى، دي في علم الغيب لسه، ده تحت الدراسة والتطوير، ولعل وعسى ربما تنهض او تتعافى. فخلينا نتكلم في ان موجود في منظومة اخرى بديلة للقطاع الحكومي اللي هو القطاع الخاص. فالمفترض القطاع الخاص، المفترض ده يعتبر ان هو يعني ايه البديل للقطاع الحكومي، على ان هو يوفر خدمه جيده، بسعر غالي شويه بس في الاول في خدمه جيده. طب ما تتخيل ان فوجئ ان 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 القطاع الخاص بيتاجر بارواح الناس، لا ستوب، في هنا في هنا خطر، بيتاجر بان هو ازاي يتلاعب بالالتزامات الطبيه لحساب مكاسبه هو، لا خطر، في ستوب برضه. ده كله معايا بيترتب على ان نجاح المنظومه الصحيه اذا كان في القطاع الخاص او في القطاع الحكومي. فكان احنا املنا كبير في القطاع الخاص، اتاري ان احنا رايحين في حته مش كويسه، رايحين في نفق مظلم. طب احنا هنفضل امتى رايحين في انفاق مظلمه واقفين بنتفرج وننتظر ان احنا ان القياده السياسيه او الحكومه، هي الحكومه هتعمل ايه ولا القياده السياسيه هتعمل ايه؟ فبنقول ان احنا عندنا احنا هنا مؤسسات دوله. هل المؤسسات الدوله اللي هي طلبت او وافقت عن ان هي تتولى هذه الحقيبه او تتولى هذه المؤسسه عشان تنجحها او تتابع على الاقل السلبيات والايجابيات وتبدا تنجح المنظومه؟ للاسف الشديد ده كله مفقود، مش لاقينه على الساحه، اذا كانت في مؤسسه الزراعه او في مؤسسه الصحه. فانا اجلنا الزراعه الحلقه ديت عشان نخش في نفس الصحه، بس هنرجع ان شاء الله في الحلقه القادمه نستكمل الملفات اللي احنا ماجلينها عشان ندي حق الرد الاخر. يعني احنا عشان نوصل رساله للساده المشاهدين، نوصل رساله لكل المسؤولين ان احنا مش مع ولا ضد. احنا مش مع ولا ضد، احنا في الاول وفي الاخر احنا جهه عرض وليس جهه تحقيق ولا جهه اتهام. عشان تبقى الرؤيه واضحه وواصله للجميع، ولا بنستغل فلان ولا ضد فلان. احنا في الاول وفي الاخر احنا عايزين رد مقنع ونطمئن ان احنا ماشيين في المسار الصحيح، ماشيين في الطريق الصحيح. ده كله عشان ان احنا كلنا مع البلد، فكلنا لازم نتكاتف ونبقى بيد واحده ونخدم على ان ننجح البلد، مش عشان نوقع البلد، عشان خاطر ان انا جايب فلان على حساب فلان، عشان المع مؤسسه في سبيل ان هي للاسف الشديد ما عندهاش رؤيه ولا استراتيجيه واضحه على ارض الواقع. ده نتيجه واقعه صفر. فخلينا نتكلم في هذا الملف الخطير مع ضيفنا اللي شرفنا النهارده، المهندس عادل عبد المنعم مدير الصيانه الكهربائيه بمستشفى الكليوباترا سابقا. اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. عاوزك بقى تحكي لنا وتحكي للساده المشاهدين ايه قصه الفساد الموجود في مستشفى كليوباترا، ويعتبر مستشفى خاصه وليس حكومه. وطبعا بناء على الاستغاثه طبعا اللي جت في الفتره السابقه، فخلينا ان احنا نطلعها النهارده نتيجه الحاحك، وان انت شايف ان في خطر على المواطن المصري وعلى المرضى المصريين في نتيجه ان هو المستشفيات ديت
بتستغل الناس وطبعا بتتلاعب بارواح الناس. اتفضل. انا بشتغل في مستشفى كليوباترا من 29 سنه. أنا بيك يا فندم، ده واجب لنا طبعا. أهلا وسهلا. أنا كنت مهندس كهرباء، مهندس صيانة، وبعد كده مدير صيانة كهربائية، وبعد كده اتعرض عليا منصب مدير تشغيل بعد بيع المستشفيات. هي مستشفى كانت ملكية عائلية، بعد كده اشتريتها مجموعة مستثمرين مع مستشفى، هي مستشفى كليوباترا دي في مصر الجديدة، مع مستشفى القاهرة التخصصي في مصر الجديدة، مستشفى النيل بدراوي في المعادي، مستشفى الشروق في المهندسين، واتضاف ليهم دلوقتي إيجار مستشفى كوينز، وعاملين مركز عيادات في التجمع الخامس ومركز عيادات في المجرة في 6 اكتوبر ومستشفى النهضة غالبا في بني سويف بيطوروها دلوقتي عشان تبقى ضمن المجموعة. هي المجموعة باسم مجموعة مستشفيات كليوباترا. اتعرض عليها منصب مدير التشغيل او مدير المنشآت والشؤون الادارية في شهر 8 2016. انا في الحقيقة رفضت اول ما اتعرض عليها المنصب، لان كنا عانينا من ساعة بيع المستشفى في ان مفيش ميزانيه للاقسام الغير طبيه، ومفيش حد بياخد قرار سريع. حضرتك عارف المستشفيات لازم قرار سريع في حاجات الصيانه، في مستلزمات طبيه وكده. لكن مدير المستشفى الح عليا واستعان بصاحب المستشفى السابق وعضو مجلس اداره حالي، وقعدت مع العضو المنتدب بالحالي فوعد بتذليل العقوبات وان هيوفر الامكانيات والميزانيات والحاجات دي، فوافقت بناء على هذا الاتفاق يعني. لكن للاسف فوجئت ان ما فيش حاجه من الكلام ده بتتنفذ، وكان في مره حادث كان هيودي بحياه مريض بسبب بطء اجراءات الشراء. عندنا جهاز منع انقطاع تيار بتاع جهاز القسطره، الكهرباء لما بتقطع بيشيل الجزء ده، هو عباره عن جهاز كمبيوتر، جهاز القسطره فيه جهاز كمبيوتر، فلو الكهرباء قطعت عنه بيقعد يشتغل 10 دقائق عشان يقوم تاني. منع انقطاع التيار ده بيشيل الفتره دي بحيث انه الاجهزه بيغطي طبعا، بيغطي فتره المصدرين. احنا عندنا مصدرين 30 ثانيه هو بيخش عشان بيشيل، عشان ما يحصلش خسائر، عشان ما يحصلش خسائر، وعشان الشاشات ما تطفيش، الدكتور بيبقى شايف الواير جوه المريض فين القسطره. تمام. عملنا طلب شراء الجهاز ده، كان ابتدى كان المفروض بيستحمل 30 دقيقه، ابتدى نزل 10 دقائق، فعملنا الاجراءات بتاعه طلب الشراء. قعدت تقريبا شهر. البطاريات كانت بتبتدي خلاص بتبوظ، وصل بعد كده انه بيشيل دقيقتين. فبعت ميل رسمي، المستند موجود نمرة 10. انا عايز بس استاذ عربي بعد اذنك، يعني الاستاذ عادل المهندس عادل هو بيتكلم وبيتكلم في نقط خاصه بفساد او نقط معينه في مستندات، فارجو بس المستندات تطلع زي المستند ده كده. هو استاذ عادل ده انا يعني في فتره عملي كلها دي شهادات تقدير من المستشفى من 1 لـ 9 عنده، دي شهادات تقدير، ده بعض شهادات التقدير وشهادات الشكر بيقيموك يعني في فتره الكفاءه او الشكر. مستندك اللي هي اللي كانت بتخدم على المستشفى وعلى المرضى والكلام ده، اللي هي السبب في ان انا يعني اترشحت للمنصب بتاع مدير التشغيل. المستند نمرة 10 استاذ عربي من 10 لـ 12 دول فيه ان انا بعت ميل رسمي لمدير المستشفى ان الوضع خطير، وانه يشتري جهاز اليو بي اس فورا اللي هو مانع انقطاع التيار، او يوقف العمل بقسم القسطره لان في خطوره على المرضى. للاسف ما نفذش. بعديها باربع ايام او خمس ايام حصل انقطاع تيار كهرباء والجهاز وقف، وكان في مريض اثناء اجراء الجراحه. الحمد لله ربنا ستر ما توفاش، لكن طبعا هو بيبقى فايق فشايف الدنيا حواليه حصل ايه وكده. حكى لاخته، نزلت على التواصل الاجتماعي. المستند طبعا اساء لسمعه المستشفى. ده مستند خاص بالشراء؟ ده بالشراء. ده الايميل اللي انت بعته؟ الايميل بعته بقول ان نشتري نوقف العمل بالوحده. فيها هتلاقي المستند بتاع صفحه التواصل الاجتماعي، طبعا في شتيمه للمستشفى وإساءة لسمعتها بسبب الحادث اللي حصل، اللي هو المستند المعروض دلوقتي. فتم فورا شراء الجهاز وتم تركيبه، تورد للمستشفى يوميها الساعة 5، فريق الصيانة والعمال والشركة ركبوه، خلصنا تقريبا الساعة 12:30 بالليل. بعد كده مفيش ميزانية بتتعمل،
حاولت يعني برضو في مستند 13 ان عايزين ميزانيه يا جماعه، عايزين ميزانيه، ما بتعتمدش ميزانيه للاقسام الغير طبيه. عملنا اجتماعات كتيره بدون جدوى، قدمت رساله بريد الكتروني لمدير المستشفى ان احنا بنتحمل اللوم عن باقي الاقسام وان استمرار ده مستند 13 بيتعلق بيه. مستند 13 ده للرقبه ده، نعم، ده عشان اقرار ميزانيه للاحلال والتجديد. كويس. بعد كده مستند نمره 14 ده نطالب مساعده عاجله من مدير المستشفى ان في طلبات شراء متوقفه. مستند 14 مستند 14 مساعدة عاجلة لتطوير المستشفى؟ اللي مفيش ميزانيات موجودة، فاحنا بنطلب مساعدة في الميزانية ومساعدة في طلبات شراء كلها متوقفة في المشتريات من عدة شهور، وعقود صيانة واقفة من غير سبب، مفيش رؤية للمستشفى، قالوا هينقلوا المغسلة القاهرة التخصصي وما اتنقلتش. فبقول له يجب على الجميع ان يدرك ان توقف اي خدمة او نقص بها سيؤثر على الارواح والايرادات وسمعة المستشفى التي بنيناها في سنوات طويلة. إدارة التشغيل تخلي مسؤوليتها عن أي حدث أو مشاكل أو شكاوى أو توقف خدمة بسبب عدم توفر المتطلبات اللازمة لها. يجب مراعاة المستشفى ليست أجهزة طبية فقط ولكن جميع الخدمات. السيد مدير المستشفى، إدارة التشغيل تعمل في ظروف صعبة وبدون رؤية واضحة، وأمور كثيرة معلقة وبدون ميزانية واضحة للعام الثالث على التوالي، بالرغم من قدم عمر معظم المعدات واستمرار هذا الوضع خطير للغاية. للأسف طبعًا ما استجابش. فبعت استقالة. بعديها استقالة مسببة. انت حضرتك قدمت استقالة؟ قدمت استقالة مسببة. ما لقيتش استجابة طبعا من مجلس الإدارة ولا المسؤولين؟ ما فيش استجابة، فوجئت بعد الجواب ده ان الميزانية طالعة بدون إقرار ميزانية برضو للأقسام التشغيلية. فبعديها تقريبا بشهر قدمت استقالة مسببة مستند نمرة 16، بقول إن أنا التحقت بالعمل منذ عام 90، وخلال فترة عملي واجهنا تحديات وصعوبات كثيرة، كان دعم الإدارة وتوافر الموارد سبب في التغلب على هذه التحديات والصعوبات، كما كان السبب في تحقيق نجاحات كثيرة. الفترة الأخيرة نواجه عدم توافر الموارد المطلوبة، صعوبات ومعوقات تؤثر في الحفاظ على هذا الصرح العظيم والارتقاء به تؤدي إلى انخفاض المستوى. السيد مدير المستشفى، لقد أفنيت عمري في خدمة هذا الصرح، وأشعر أن استمراري في العمل في ظل الظروف الحالية لن يضيف أي جديد، ولذلك ارجو التكرم من سيادتكم بقبول استقالتي. قبلت الاستقاله؟ رفض قبول الاستقاله. رفضوا؟ وقال لي انت يعني خد اجازه وريح اعصابك شويه. انا اصريت عليها، انا كنت سلمتها له باليد، اصريت عليها وبعتها بالبريد الالكتروني. هو عارف علاقتي بالمدير بصاحب المستشفى السابق، لان اشتغلت معاه تقريبا 26 سنه، كان في الخارج، فلقيت رسائل منه على الواتساب بيرجوني ان انا استنى في موضوع استقالتي لغايه ما يرجع. بيأثر عليك من طرف اخر يعني. بيأثر عليا من طرف اخر. وفعلا لما رجع جه المكتب عندي وقال لي ان ابراج اللي هي شركه الاداره بتاعت المستشفى عندها مشاكل مع بيل جيتس وفلوس، مشاكل في فلوس، وان متعرضين للمحاكمه، وان خلاص ابراج بتبيع حصتها وان هي مش هتتولى الاداره في المستشفى وشركه جديده هتيجي وتغير الاداره والوضع هيبقى احسن. فبناء عليه استمريت. بعد كده لقيت في مخالفات ماليه بتحصل، بلغت بيها للشؤون القانونيه، ادت توصيات معينه ما تنفذتش، كل ما ببلغ عن مخالفه ما بيتعملش فيها حاجه. في عندنا ايه نوع المخالفات اللي هي بتاثر على المرضى يعني؟ عندنا مثلا غرفه النفايات الطبيه دي من قبل ما انا ما اتولى منصبي بسنتين كان جاي عليها مخالفه ان حجمها غير مناسب لحجم المستشفى ولشغل المستشفى، وما كانش في فكر لتوسعتها. قدمت اقتراح لتوسيع عليها من اول ما مسكت المنصب واترفض كذا مره، يعني في عندنا رسائل بريد الكتروني فيها في محضر شرطه، ما بيرضاش يعتمد لها فلوس عشان تتوسع. جه تفتيش من وزاره البيئه عليها، عمل لنا مخالفه. طبعا كنت انا ابتديت ابلغه عن مخالفات كثيره، فانتهز الفرصه دي وحط اسمي انا والمهندس رئيس قسم السلامه والصحه البدنيه، لانه برضه بيبلغوا عن مخالفات فيها، على اساس ان هو يتهمنا بالاهمال الجسيم ويمشينا دون مستحقات من المستشفى، مع ان انا كنت مقدم له استقاله في شهر 4، يعني لو كان قبلها كنت مشيت يعني. بعد كده برضو كان عندنا 34 مخالفه، منهم مخالفات جسيمه، مثلا محطه الاكسجين عندنا فيها مشاكل وحصل منها انفجارات قبل كده، دي موجوده في البدروم. بعت له في 30/12/2017 و 12/5/2018، بس ده مش موجود مع استاذ عربي، ان وضعها خطير
وبيؤثر على سلامة المنطقة لأن ممكن تسبب في انفجار والتداول فيها غلط، وإن عايزين نستبدلها بتانك أكسجين. كان بيرفض وما بيردش على البلاد لغاية ما حصلت حادثة في 30/1، العربية بتاعت الاسطوانات فلتت ونزلت والاسطوانات محملة عليها مليانة، خبطت في وقفها عمود والحمد لله ما حصلش انفجار، وحصل منها حوادث كتيرة متصورة فيديو، يعني موجودة فيديو. وما زال برضو مستمرين في مستمرين زي ما هي بنفس الطريقة، ما طورش فيها حاجة. وفي حوالي 33 مخالفة تانية، منهم استخدام البدروم كجراج، دي مخالفة تقرير دفاع مدني. الدفاع المدني والترخيص الحي بيقول ان البدروم جراج، هو مستخدمه كافيتريا عاملين، ورش صيانة، ثلاجات، مخازن، يعني ما بياخدش عربية، المفروض ان هو مسطحه بالكامل جراج. ده جه عليه مخالفة في 2017 اخترناه بيها وقلنا له الإفادة، ما أفادش. جه عليها مخالفة في 2018 حط اسمي أنا ورئيس السلامة والصحة المهنية في المخالفة دي. في لو جينا المستند 27 من 23 لغاية 28 دول خاصين بقضية البيئة، المراسلات اللي بختروا بيها بالميلات بالتوسعة بتاعت غرفة النفايات ما عملش فيها حاجة. في عندنا المستند 41 يا ريت نعرضه يا أستاذ عربي. ده ميل بريد إلكتروني مبعوث لمدير المستشفى، يرجى من سيادتكم التفضل بالأمر نحو الإزالة. في 34 مخالفة. 34 مخالفة؟ 34 مخالفة. بطارد يا استاذ عربي، ال 34 مخالفة من بداية 42. صفحة كام يا استاذ عربي؟ 42 يا استاذ عربي. كام؟ 42. 42. عرضة للمشاهدين عشان يعرفوا هذا القطاع الخاص وصل بينا المرحلة لإيه؟ اتفضل يا استاذ عربي. كويس، ما عملش فيهم حاجة. عملت بيهم محضر في الشرطة بتاريخ 17، الميل ده كان مبعوث بتاريخ 13 ديسمبر. عملت محضر شرطة بتاريخ 17 يناير، أثبتت فيه الكلام ده كله، برضو ما تمش حاجة. طب أستاذ عادل، أنا خليني حضرتك بتقول إنك بنبعت فاكسات، وبالتالي بتتكلم الفاكسات دي بعد 10 اجتماعات مثلا أو 15 اجتماع، أنت بتبعتها بره ولا هنا؟ ببعتها لمدير المستشفى اللي هنا في مدير المستشفى هنا. ما أنا جاي لحضرتك بعد كده. العضو المنتدب؟ العضو المنتدب فيه موجود في بعض الميلات منها، مش في كلها، لكن المفروض ان انا بريبورت يعني الرئيسي اللي هو المدير المستشفى هو مديري. تمام. بعد كده فوجئت ان احنا ما عندناش غرفه تحضير علاج كيماوي ولا جهاز. ده ال 34 مخالفه. دول ال 34 مخالفه. خلاص الساده المشاهدين بقى رؤوم شوف الكارثه اللي موجوده في القطاع الخاص. اتفضل. احنا ما عندناش لا كابينه الامان ولا غرفه لتحضير العلاج الكيماوي. العلاج الكيماوي المفروض بيتحضر في جهاز معين وفي غرفه معينه عشان ما يتعرضش لا الممرضه ولا الممرض لاي اصابه لتلوث كيميائي. للاسف عندنا بيتحضر على الكوميدينو جنب المريض. وعلى موقع التواصل الاجتماعي لو عرضنا مستند 44 عندنا في صفحه اسمها محب مستشفى كليوباترا، نازل شكر من احد المرضى، اتقدم بخالص شكري وتقديري الى جميع افراد الدور الثاني الجديد بالمستشفى وكاتب اسمائهم للاشراف في اخذ عينات الكيماوي، ومدير المستشفى عامل لايك. عمل ايه؟ لايك يعني لايك. اعجاب، عامل اعجاب. اعجاب بالصفحه ان هو بيعالج كيماوي. دي شكر وتقدير. دي من غير ما يبقى عندنا الجهاز. هو بعد المحضر اللي انا دول موجود في محضر الاسم ابتدى يجهز غرفه للعلاج، الحمد لله يعني المحضر جاب نتيجه بس لسه ما اشتغلتش لغايه دلوقتي. تمام. برضو فوجئت ان احنا للاسف بنعقم الاجهزه ذات الاستخدام الواحد في الحاجات الديسبوزبل. بمعنى الحاجات الديسبوزبل اللي بس عشان المشاهد اللي هي في مستهلكات استخدام واحد. بتستخدمها واحد وترميها، ما ينفعش انك تعقمها وتعيد استخدامها. ما ينفعش استخدامها مره اخرى. فالمستند 48 المدير الطبي ومدير المستشفى او رئيس القطاع الطبي ومدير المستشفى كاتبين منشور اداري، بناء على تعليمات الاداره يتم استخدام الاصناف الاتيه على 3 مرضى بعد تعقيمها بقسم التعقيم بالمستشفى. هو معانا على الشاشه. اتفضل.
فكاتب قاطع مراري، سلك مرشد هيدروليك، بالون استخدام حصوات، مدخل دعامه ثلاث مرات. يعيد استخدامها مره اخرى، يعيد استخدامها، بيعقمها ويعيد استخدامها. فوجئت برضو طبعا احنا عندنا ضرر ايه على المريض؟ او المفروض ما تتعقمش تاني. المفترض استخدامها مره، المفترض استخدامها مره واحده. احنا طبعا عندنا يعني ارصده المخازن بتوصل صفر في حاجات كتيره جدا، لكن فوجئت انها بتوصل في العمليات لصفر، وان في مساند 49 رساله بريد الكتروني من مدير العمليات للمشتريات ولمدير المستشفى وللناس كلها: سادة قسم المشتريات والمخازن، لا يوجد الإبرة الخاصة بهذه العملية في مخزن العمليات ولا المخزن الرئيسي للمستشفى دون اختار العمليات بذلك، مما أدى إلى عدم إجراء هذه العملية للمريض بعد أن قمنا بتخديره. يعني بنخدر العيان وبعد كده بنفوقه ونمشيه من غير ما نعمله العملية، عشان ما خلاص، عشان المستهلكات مش موجودة. وقد قمنا بالتنبيه من قبل عدة مرات بعدم ترك مخزون أي صنف إلى درجة الصفر، فأرجو التحقيق في هذا الأمر ومن المسؤول وعدم تكراره لما يسببه من حرج شديد وضر للمرضى والأطباء وارتباك بالعمليات. فيعني لقيت مهازل بتحصل، اخترت مجلس الإدارة. بس بكم المخالفات دي يعني كله ده عشان بتحافظ على المكان اللي انت بتشتغل فيه او اللي انت بتعمل فيه؟ طب الجهات المعنية زي مثلا وزارة الصحة دورها ايه؟ انا اخترت الاول، ده عملته طبعا في محضر اثبات حاله في الشرطه بالكلام ده، برضو ما اتخذش فيه اجراء. انا تم اضطهادي بقى من ساعه القصه دي، تخفيض علاوه، نزع صلاحيات، تحديد اقامه في مكتب، بعت تظلم لمجلس الاداره حسب اللوائح اللي موجوده، وقلت لهم في 1 2 3 بيتم كذا من مدير المستشفى، 1 2 3 4 الكلام ده في 24 4 في 5 5 اتفصلت. تعسفي تعسفي. مع العلم انت قدمت سابقا قبل كده باستقاله، اتقدمت باستقاله مسببه بارادتك، بارادتي، وتم رفضها، وتم رفضها، ضغط عليك وعن طريق ناس تخصك عشان طبعا تعاود مره وان انا ارجع. بمجرد ما ابتديت تبلغ عن المخالفات بقى غير مرغوب فيك. انا ورئيس جهاز السلامه والصحه المهنيه اترفض معايا برضه، اتفصل معايا تعسفي. العجيب بقى ان مدير التشغيل بتاع شرق اللي هو مسؤول عن القاهرة التخصصي ومستشفى كليوباترا عمل معنا خدعة جميلة جدا، يعني بعت ان احنا في اجازة لمدة 11 يوم مدفوعة الاجر، المستند نمرة 55 يا استاذ عربي. انت في اجازة؟ نخطر سيادتك بانك في اجازة مدفوعة الاجر حتى تاريخ 11/4، ده من يوم 31/3. احنا طبعا 11 يوم يعني باينة قوي ان انت لو اكتر غياب من 10 ايام بتتفصل. فسالنا في الموارد البشريه عندنا امضيته معتمده؟ قال لك لا مش معتمده. كلمناه انت مدينا اجازه ليه؟ قال ده لامانكم الشخصي. بيهددنا يعني عشان طبعا ما قمناش بيها طبعا لان هيفصلنا له سببيه. وبعدين ورقه يعني لا عليها لوجو كليوباترا ولا اي حاجه عليها، مجرد توقيعه موجود مستند مع استاذ عربي نمره 55. هو مستند اهوت على الشاشه. ايوه تمام تمام تمام. احنا طبعا كل خطواتنا يعني ماشيين عاملين محاضر بيها، وقف الارباح ما صرفهاش بتاعتنا بتاعت السنه اللي فاتت، وقف المنح ما صرفهاش، مرتب وقفه، كل ده مظبوط في مكتب العمل. وده قدمنا شكوى في وزاره القوى العامله بالمخالفات اللي موجوده في مستشفى كليوباترا في 30/5، لغايه النهارده ما فيش رد. وزاره الصحه؟ لا، وزاره الصحه ما قدمناش فيها شكوى. هي وزاره الصحه كانت قفلت عمليات ورعاية وبنك دم مستشفى القاهرة التخصصي في 24/2/2018. طبعا ما فيش اي جريدة نشرت الكلام ده الا مباشر، فقط هي اللي نشرت ان اتوقفت، وهم اشاعوا انهم بيجددوا العمليات وفعلا جددوها. يعني بعد كده احد المساهمين اللي يمتلك اكتر من 5% من الاسهم في 14 او 15 3 اقترح تبرع ب 10 مليون جنيه لوزاره الصحه. كان في جمعيه عموميه 26/3/2018 اعتمدت ال 10 مليون جنيه لوزاره الصحه. انا بتساءل هل ينفع ان انا اتبرع لجهه رقابيه عليا؟ مش عارف بصراحه. اي لا يعني اتبرع لوزاره الصحه مثلا تجديد مستشفى مثلا
ما هو تجديد مستشفى ماشي، انا بسال هل ينفع ان انت جهه رقابيه عليا؟ ما فيش مؤسسات بتقبل تبرعات كمؤسسه دوله، يعني ما تجيش تقول لي وزاره الصحه بتقبل تبرع، لازم من خلال مثلا معهد الاورام، معهد القلب، ما هو تطوير مستشفيات، مستشفى الاطفال دي بتقبل تبرعات هذه المستشفيات عشان بتعمل تجديد او توسع في المجال اللي موجود تابع للمستشفى او وزاره الصحه. فما ان وزاره الصحه تقبل تبرع بشكل مباشر تحت مسمى ايه مش عارف، هل في بند بيقول كده؟ هو يعني محضر جمعيه، انا ممكن اجيب لحضرتك، احنا في يعني في المخالفات الماليه بقى دي هيبقى ان شاء الله في لقاء تاني فيها، هجيب لحضرتك المحضر بتاع الجمعيه العموميه بتاع ال 26/3/2018، ممكن لو حد دخل على النت دلوقتي ممكن يجيبه، محضر الجمعيه العموميه. هل الشركه اللي اشترت مستشفى كليوباترا هل هي شركه كليوباترا بس ولا في كذا مستشفى اخرى؟ لا، ما انا قلت لحضرتك هي مستشفى القاهره التخصصي، مستشفى النيل بدراوي في المعادي، مستشفى الشروق في المهندسين، مستشفى كوينز اجروها لمده 25 سنه في مصر الجديده، في مستشفى النهضه دلوقتي واخدنا تقريبا شراكه مع وزاره الصحه مع حاجه مش عارف تفصيلتها بالظبط، لان انا كنت تركت الشغل يعني في بني سويف، في مركزين للعيادات الخارجيه برضو، مركز منهم انا يعني بتساءل بسال مجلس الاداره هل المركز بتاع التجمع الخامس، مركز العيادات بتاع التجمع الخامس حاصل على تقرير الدفاع المدني وحاصل على ترخيص تشغيل وحاصل على تراخيص الاشعه والاستان والليزر ولا لا؟ ما حصلش عليه. انا بتساءل. واشتغل برضه. وشغال. وبرضه كان في مشكله بعد ما اشتغل باسبوع، البدروم غرق في ميه المجاري ومخازن الادويه غرقت، قصه كده يعني. في برضه احنا عندنا في نظام لبيع العربيات اللي هي اللي بتبقى موجوده في المستشفى وقديمه. بنعمل اعلان، مدير المستشفى بيعمل اعلان داخلي. وبيحدد فيه ميعاد للمعاينه وميعاد لان كل واحد بيحط سعر في مظروف مغلق، وبيبقى فيه لجنه لفتح المظاريف. انا عضو فيها، مدير المستشفى عضو فيها، مدير الامن عضو فيها، المدير المالي عضو فيها، ورئيس السواقين كلجنه. وبتتفتح المظاريف في اللجنه وبتكتب محضر وبتتباع لاعلى سعر، وبياخد فرصه يومين او ثلاثه انه يحط الفلوس، ما حطش الفلوس بيتاخد اللي بعديه. انا فوجئت بالعضو المنتدب بعت لي العقد ورخص بتاعت، هو في عربيه مرسيدس موديل 2015 اي 200 افانجارد مخصصه لتنقلات العضو المنتدب. بعت لي عقد بيع لنفسه ورخصه العربيه بعد ما نقلها باسمه، والعربيه متسجل ثمنها 19000 جنيه. انا كنت بتولى التامين على العربيه، فالمستندات من 50 يا استاذ عربي. شركة مرسيدس متمنة العربية بمليون جنيه، وبوليس التأمين الشامل بتاعها مليون جنيه ل 19 ألف في 1 أكتوبر 2018. لأن التأمين بتاعها من 25/10. التأمين بتاعها 36 ألف جنيه في السنة تأمين شامل. فمبعوث لي ثمنها في السنة، مبعوث لي ثمن العربية اللي متسجل في عقد البيع اللي مسجل في الشهر العقاري 19000 جنيه. انا ماليش علاقه تتباع بكام او اجراءات، انا ليا اجراءات، فين الاجراءات بتاعت دي؟ وخصوصا ان عندنا في مصفوفه صلاحيات بتقول ان لا يملك موظف انه يمضي لنفسه على امتياز. طلبت الاوراق، اتقال لي بموقف قانوني، بعت لمجلس الاداره برضو دي ومعمول بيها محضر في الشرطه، مفيش رد. فانا مش عارف، انا بناشد يعني سياده الرئيس السيسي، انت بتحارب الفساد وانت عامل برنامج 100 مليون صحه، وبتحارب انتشار العدوى عن طريق الفيروس سي، عن طريق الحقن، عن طريق الملوثات. انا رحت للشرطه ورحت للقاعه العامله، انا مش عارف اروح فين تاني. لا خليني بقى، لما بلغت عن مخالفات تم اضطهادي وتم اهانتي بعتبرها، عشان ابقى عبره لمن يجرؤ في المستشفى انه يبلغ عن اي مخالفه. انا في حاليا انا هددت ان انا لو ليا جنيه هصرف 10 على المحامين، وان انا الفتره اللي فاضله لي من عمري هقضيها في المحاكم. انا بقول ورزقكم في السماء وما توعدون، وانا ما بخافش الا الله، ويشهد على كده جميع ما انا عملت معاهم. انا حقي هاخده في الدنيا او في الاخره، والاخره خير وابقى. انا مستعد معاكم لغايه اخر الدنيا، ما عنديش مشكله،
طبعا الاستاذ علي. طب رساله توصلها طبعا الرساله اوصلها اقول ان يعني يا جماعه بصوا على القطاع الخاص بيعمل ايه. انا مستشفى محققه في ثلاث ارباع سنه 2018 محققه 166% زياده في الارباح. ليه اعقم وليه ما يبقاش في مستلزمات وليه يعني انا مستني دلوقتي اما كليوباترا تتقفل زي القاهره التخصصيه واروح اتبرع ب 10 مليون جنيه مثلا تاني؟ انا مش عارف. انا قضيت عمري كله في كليوباترا 29 سنه انا بنيها جزء جزء. انا صعبان عليا كليوباترا وصعبان عليا المرضى. احنا طبعا بنضم صوتنا لصوت حضرتك وبنتكلم على ان المسؤولين المعنيين بهذه المشكله الخاصه بالاستاذ عادل. بس خليني اربط حدث اتكلمنا فيه في الحلقات السابقه، ومعتقد الاستاذ عربي اللي هو محضر الفيديو دوت، ان احنا اتكلمنا في ان بعض المستثمرين الكبار اللي هم موجهين، وانا اتكلمنا في موضوع منظومه الصحه دي في الحلقات السابقه معتقد في العام الماضي يا استاذ عربي، بس مش عارف بقى الاستاذ عربي هل مجهز ولا لا. بس خلينا في الحلقه القادمه ان احنا هنتكلم في ان الناحيه الماليه والفساد المالي الموجود بقطاع الخاص بمستشفيات، ان هو بيكسب بيقول لك انا بخسر وهو بيكسب، هو ما بيخسرش هو بيكسب، بس للاسف الشديد بيستغل طبعا الناس القائمين في العمل اللي هم النفوس الضعيفه. خلي بالكم الحته دي مهمه جدا. طبعا في واحد زي الاستاذ عادل طبعا هو مقتنع ان 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 الصحه صح والغلط غلط، مهما كان هتوصل ان انا انفصل من العمل في سبيل طبعا ان انا ما اعملش الغلط علشان ما اضرش اهالينا وناسنا، ما اضرش المريض، ان انا احافظ على بلدي، ان انا احافظ على المنظومه الصحيه. هل دي حط عليها 100 خط، حط عليها 100 خط. طب نرجع نربط الحدث اللي احنا اتكلمنا فيه في الحلقات السابقه، ان هو ايه؟ ان احنا قلنا ان في بعض الشركات الكبرى، واحنا حذرنا ووجهنا ونبهنا ان في بعض الشركات الكبرى ان هي موجهه باتجاه اخر، الله اعلم هو علمه ايه، ان هو بيتم شراء المستشفيات الخاصه الكبرى الموجوده داخل مصر عشان يتحكم في منظومه الصحه في مصر، فبالتالي ان هو بيحط منظومه ورؤيه ان هو ازاي يتحكم في القائمين في العمل داخل هذه المستشفى عشان يوجههم بان هو ازاي يكسب في سبيل ان هو برضه يضر في صحه المواطن المصري، في سبيل ان هو يحقق اغراضه، والمخططات اللي المفترض هي موجهه من الخارج. فبالتالي حضرتك لما نقول ان في بعض القيادات اللي موجوده داخل هذه المستشفيات ويتم عرض الفساد لبعض الناس المسؤوله المعنيه بهذه، ده انا باكد واربط اهو، بربط المسؤول عن هذه المستشفيات اللي هم اصحاب المال، وان هو يتجاهل هذه الفساد ويتجاهل هذه الفساد، خلي بالكم وابعدها مرتين اهو، وعشان يحقق. هو القصه مش عشان هو عايز يكسب بس، ما انت برضه الناس القائمه لازم يعمل ايه؟ لازم يشتريه بالفلوس والمال، فلازم عشان يعمل ايه؟ لازم يكسر عينيه، لازم يمسك مستندات عشان يقدر يهدده، عشان يقدر يحقق المخططات اللي هو عايز ينفذها على ارض الواقع من خلال موقعه في المستشفى او في احد المستشفيات اللي هو تابع له. انا بتكلم مش عشان انا بربط الحدث، انا ما بوجهش اتهامات، احنا نبهنا وحذرنا وعرضنا وقلنا يا جماعه خلي بالكم خلي بالكم خلي بالكم، لدرجه ان في عندك معامل التحاليل الكبرى تم شراءها اخرى، مش المستشفيات الخاصه الكبرى تم شراءها بس، لا، والمعامل التحاليل الكبرى تم شراءها، ونبهنا وحذرنا وقلنا خلي بالكم خلي بالكم، اوعوا تفكروا ان احنا قاعدين نايمين، ان احنا قاعدين صحيين وبنتابع وبنسلط الاضواء عن ان ازاي نوصل ونكشف الحقائق للساده المسؤولين المعنيين بالصحه وبالرعايه الصحيه في مصر. الموضوع مش موضوع مكاتب وتكييفات بس فقط لا غير، لا، احنا عايزين نشوف على ارض الواقع ايه المنظومه بتدار ازاي؟ هل المافيا دي رايحه في حته انهي حته؟ ولحساب مين ولصالح مين؟ احنا ما نستناش ان الكارثه تحصل والدنيا تخرب ونرجع نقول الحق 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 الدنيا بتخرب، لا،
الحق القيادة السياسية وتجري وتلحق عشان تحل هذه المشاكل والكوارث اللي موجودة. احنا بنقول ان في قانون الجديد اللي هو يتفعل اللي هو التأمين الصحي عن ان ده منظومة ناجحة 100%، بس هتاخد وقت. يعني هنستنى بقى نموت ونموت الاف المرضى، موت الاف الاهالي الموجودة هنا في مصر عشان عبال ما المنظومة دي تنجح، ولا احنا نفول نفسنا ونصحى نفسنا ونصح الناس القيادات الموجودة اللي هي تابعة لوزارة الصحة والجهات المعنية؟ امتى بقى نقول الكلام ده؟ انتظرونا بقى في الحلقة القادمة. طبعا اشكر الاستاذ عادل عبد المنعم مدير الصيانة الكهربائية بمستشفى الكهرباء سابقا، اشكرك يا فندم. مدير التشغيل سابقا. لا تشرفتنا يا فندم. الله يخليك. انا بس ليا طلب اخير، بناشد فضل. يا جماعة اي حد عنده ذرة ضمير وشايف تصرف خطأ او مشكلة ارجو انه يبلغ عنها، احنا يعني البلد مش هتنضف الا بكده. شكرا. اكيد طبعا استاذ عادل، في ناس مخلصه وفي ناس زي حضرتك، ما الموضوع مش موضوع ان انا احقق مكاسب وان انا احقق طموحاتي على حساب الناس الغلابه والناس البسطاء. فطبعا احنا نتمنى ان يكون ناس افاضل ومحترمه زي حضرتك واخلاقك العاليه والشرف والأمانة اللي عند حضرتك، ونتمنى والله نتمنى ان في ناس مواطنين كده، واحنا عارفين ان في ناس والله، بس للاسف مفيش فرصه. طبعا انت عارف طبعا الناس اللي هي اصحاب المال، للاسف اصحاب المال بيستغلوا الناس اللي هم غير قادرين والظروف اللي هي بتحيط بحوالين المواطن البسيط، للاسف الشديد بيستغلوها عشان يحققوا اغراضهم الشخصيه ويحققوا مخططات اللي هي ضد الدوله، وللاسف الشديد دي موجوده واحنا بنحاول نسلط الضوء عليها عشان نصحي اهالينا وناسنا. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله.